بيكاتشيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم كالعادة في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك كومنت وشير كان تحب. قبل ما نبدأ الفيديو حابكم توصفوا لي الرجل هذايا في كومنتر في كلمة واحدة برك. اليوم موضوعنا باش يحكي على السخانة، مش الصيف، السخانة. العباد في بلدان العالم باش يبردوا يحلوا الكليماتيزور ولا الفونتيلاتور، أما نحنا في تونس فخمت فاض ما نشعل الكليماتيزور. تي الامريكان ما يعرفوهاش الفازير هذا. كي تبدا في الربيع وتذكر الصيف قريب يجي، ساعات تبدا قاعد لبس عليك هكا تفرج على التلفزه دور دق كان خوك. ما نحكيوش ساعات في الليل بطريقة في استرخاء وسلام، تصبح كان رسمكم فسروا لي شكون اللي ما يكرهش الناموس، اللي ما يكرهش الناموس ما عندوش احساس.